مسجد جامع المؤمنين في قرية فنهان. فنهان، الله يبارك يا رب. يعني أغلب القرية هنا مسلمة. نعم نعم الحمد لله ما شاء الله. وأين المدرسة؟ هذه المدرسة، ها المدرسة هنا يدرسوا فيها العلوم الشرعية للأولاد. ها هذه هي المدرسة، وهذا هو المسجد. وما هذا؟ هذا الرز ليأكل الطلاب، أهل القرية. أهل القرية. أيوة طيب.